بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعونا الكرام في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق مع تاسع الأشواط مباشرة مع المركز الأول إلى الصدارة إلى المقدمة. هذا الشوط مشكورة سالم بن محمد المالكي، شعار سلفر على مقدمة هذا الشوط. أما في المركز الثاني، ثاني المراكز وأيضا القدوم والتقدم من أيضا شعار ياسر بن سالم الدويكي مع الشاهنية على المركز الثاني. أما في المركز الثالث، الواصلة والمتدخلة ايضا شواهين حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي على المركز ايضا الثالث. والمركز الرابع، الوصول وايضا القدوم من الشعارات القادمه المنطلقه هناك والمتدخله في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه النتيجه وهذا هو النداء للاربعه المراكز الاولى المتقدمه. اعود ايها الحفل الكريم الى صداره هذا الشوط الى المركز الاول، من تنطلق هناك مع الشهنيه ياسر بن سالم الدويكي متقدما على الصدارة، لكن القادمة والمنطلقة والمتدخلة في هذه اللحظات الواصلة في هذا الانطلاق الجميل والانطلاق هناك مع الصدارة المتقدم هناك صالح بن أيضا بن حمد الوهيبي من يتقدم مع الشاهنية في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، شعار الرشيدي القادم في هذه اللحظات مع نوف سالم بن حميد الرشيدي، لكن أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول الشاهنية من بعدت عن الجميع على الصدارة وعلى القيادة بهذا الانطلاق الرائع الجميل المميز. يا سلام، صالح بن حمد الوهيبي من ينطلق على صدارة هذا الشوط بهذا الأداء الرائع الجميل. يا سلام يا سلام على هذه النوعية، بالفعل نوعية صاحبة إنجاز تعود من جديد على إنجازاتها الجميلة والنوعية والشكل غير هذه الانطلاقة. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان هناك بشعار منصور بن ناصر الوهيبي، والمركز الثالث بشعار علي بن سالم الوهيبي مع الشاهني. والتوقيت الزمني 2:06 والتوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.